ما كنتي كتقرص شي حد من الحيلات بيضاء عامره وتبارك الله الطريق ديالها ما سهلش ما شاء الله ماشي مشكل عسلامه كلشي مزيان كلشي بخير الحمد لله. فاذا كيف ما كنا قلنا بالامس وتكلمنا عليها طبعا الطريقه ديال الرفع من المناعه وتكلمنا على طريقه الاكل شنو ناكلو. نعم سيد عنده حوالي 24 25 سنه بصيفته في الطاقم الطبي اصيب بقص الدم ديال الشوات عنده السيدة وتصاب بها 80% من بعد شهرين ما كملش شهرين شهر ونص 80% ديال الفيروس مشى بمعنى اللي في الطاقم الطبي او لانسان ممكن يتصاب بطريقه مباشره او غير مباشره عن طريق مشكله السيدة البصل مع العسل حبه ديال الثوم في كاس ماء كبير 5 إلى 6 مرات في اليوم ثم زيت الزيتون على الريق مع لسعه النحل احسن علاج لهذا الفيروس يكون هو او يكون اي فيروس اخر ذاك الاش ان 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 اللي كانوا اللي كان اللي دار دجا وكثير الناس من داروا الشوكه تشللوا او الناس اللي عندهم مشاكل ديال الفيروسات الهيباتيت واخا واخا الثومه شويه سخونه اللي عنده طونسيون نازله يحيدها يبدلها ليا مثلا بشاد المعدنوس او البواغو او الكرفس لقينا على انه هذا الاسلوب رفيع 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 جدا رفع المناعه ونضبطوا ذاك 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 المناعه الضعيفه اللي هي نتيجه ديال الفيروسات مثلا اذا في حال القصوى ديال السيده ديال ليباتيت ديال الفيروسات ديال هذا البرد ممكن ان نتغلبوا على المناعه بشكل كبير وهذه بشاره دليل على انه عصير بصل معلقه كبيره معلقه عسل كبيره هي بوحدها او مع غذاء ملكات ثم حبه ثوم او معقد المعدنوس او معلقه ديال البواغو ثم مع كاس ماء مغلي 5 إلى 6 مرات ديما ساعه قبل الاكل ان شاء الله تعطي مناعه رفيعه واللي عنده يداومها 6 أشهر إلى سنة لانه متى تكون المناعه ضعيفه ممكن تصاب حوايج اخرين اون باراليل هذه بشاره كاين بشارات اخريات احنا غادي نتكلموا عليهم اثناء البرنامج وحنا في هذه الاثناء طبعا غادي نفتحوا باب الاتصالات لكل الناس اللي عندهم مشاكل في المناعه منخفضه وكيقلبوا طبعا على طريقه او طرق اللي هي طبيعيه سواء في التغذيه او في مواد اخرى اللي هي طبيعيه عبر خطوطنا الهاتفيه يمكن لكم تطرحوا السؤال ديالكم على الاستاذ العلوي على 05 22 36 10 36 كنتمنى انكم تكون الاسئله ديالكم في هذا الموضوع موضوع ديال الرفع من مستوى المناعه 05 22 36 10 36 وعبر الاس ام اس كذلك على الرقم 556 على ذكر الرسائل ديالكم طبعا اول رساله معنا كتقول على الزكام فوالا احنا تكلمنا البارح على الزكام قلنا الطريقه ديال يعني الوقايه وكذلك تكلمنا حتى على العلاج زويته بلديه كنتي قلتي لي زيت زيتون على الريق وزويته تقطر كذلك مع الثوم وتدهن مع الثوم ولا بوحدها مع الثوم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طونسيون ما عندهمش مشكل ديال الطونسيون تتنزل وبالنسبه اللي عندهم طونسيون تتنزل يدير فلاشو ديال الزعتر او شويه الخزامه يرقدها في الزيت 300 غرام بالطبع عوض 100 غرام ديال الثوم او يستعمل لها شويه ديال زيت السانوج يضيف لها مثلا في الايترو يضيف 300 غرام ديال السانوج حبوب او يضيف لها 50 غرام ديال زيت السانوج في الليتر ونتائج كبيره جدا علاش حيت عالم ديال لا ديزانفيكسيون او المواد اللي ديزانفيكتونت اللي هي ضد التعفن ضد الالتهاب ضد العيئات الجسم مهمه جدا من هذه الاعشاب اللي تكلمنا عليها كيف ما قلنا زيت العود باش نرجع للوصفه زيت العود مع شويه ديال الثومه الا ما كانش الناس عندهم مشاكل في الطونسيون والا نضيفوها نيفهم ويشربوها ويشربوها ممكن الدهن بها والدهن بها في المكان سكنجبير كذلك مزيان فوالا ما شاء الله عليكم سكنجبير كذلك يكون يابس كيفاش تفضل اليابس الطريق اللي هو اليابس ناخذوا منه معلقه مثلا ولا نص معلقه الا كان يابس ناخذوا منه 100 غرام في الليتر 100 غرام في الليتر ايوا نشربوه ونخلطوه ونستعملوا غير الماء غير الماء الماء ديالو غير الماء طيب سريعا نحلوا اول اتصال معنا مدينه الدار البيضاء فاتحه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي فاتحه مبروك عواشركم الله يبارك فيك دكتور بارك الله فيك بزاف على هذا البرنامج مرحبا شكرا انا غير بغيت نسول الدكتور لان كنت كندير الفاكسا هذه مده 5 سنين ودابا بديت لسعات النحل واش هذا العام يلا بديت لسعات النحل على هذا العام واش نبقى ندير الفاكسا تاع لاكريب ولا نحيدها تسنى اعطيني النتائج الاولى بعد اللي حصلتي عليها مع هذا البصل والبصل بوحدو ولا البصل والماء؟ مع لسعات النحل كنت لا انا كنت كندير لسعات النحل والبصل يلا بديتو على البارح هو والعسل جميل نعم اذا شنو النتائج الاولى اللي حصلتي عليها النتائج الاولى؟ النتائج الاولى المهم انا المشكل اللي كان عندي هو جاتني البروده في يدي وعوجوا لي صباعي كتضفر خرجوا عوجين ودرت الدواء ديال الطبيب وما وافقنيش
ومشيت لساعات النحل، ولكن دابا نحمد الله ونشكره ملي اتصلت لك دكتور مشيت لساعات النحل. دابا تبارك الله الله يعطيك صحتك، انه الضفار ديالي بداو خارجين مقادين والبروده شويه، ولكن دابا ربحتي 60% 80%. نعم ربحتي 60% 80%. وتقريبا نقول واقيلا بالفضل ديالكم ربما راه ربحت 100% ان شاء الله. مبروك عليك، الف مبروك الف مبروك. شنو السؤال ديالك؟ طيب فتيحه السؤال ديالها خاص. لا نعم. السؤال ديالك مازال عندها سؤال. على الشوكه اللي كدق ديال لا غريب، واش ديرها دابا على ساعه النحل؟ ما تحتاجش، ما تحتاجش الشوكه ديال لا غريب دابا، لان حصلت على المناعه وافضل من ذاك بدات تبني المفاصل جداد. وهذا هو اللي هذا هو اللي خصنا نتكلموا عليه. عندها مناعه جميله جدا، فقط هي تركز دابا على البصل والعسل ديالها ثلاثه مرات في اليوم في هذه الفتره ديال البرد، وتركز على زيت الزيتون على الريق باش الشباب يبقى والحيويه تبقى وتغذيه صحيه ان شاء الله، انها دابا في المناعه الكاملة. غنوقفوا مع فاصل سريع. تابع على ساعة النحل. طيب. ولا غير جوج مرات في الأسبوع إلى خمس مرات حسب الحالة، إلى 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 حسات بالعياء كثير. وإن شاء الله راه في الطريق الصحيح. ومبروك ألف مبروك. مبروك عليها والله يشافي الجميع. نوقفوا مع فاصل ونرجع 10 و3 ديال الدقائق. ناخذوا اتصال آخر. خديجة مدينة الدار البيضاء، السلام عليكم. سلام اختي امينه، كي دايره لاباس عليك؟ مرحبا اهلا وسهلا. مبروك عواش راك انت والدكتور اللي معاك. مرحبا. الله يخليك دكتور، انا كنت جيت عندك جبت ولدي. كتسمعني؟ كنت جبت ولدي عندك مريض، قلت لك راه عنده ديبي ديال لازم. ومهم ملي كتشدوا لاكريز كيقول لي الطبيب تعطيها الفونتولين. دابا انايا هو كان ديجا طبيب داير لي تحاليل، لقى عنده الحساسيه ديال لي زكاريان. ديال القرا ديات اللي تيكونوا في الموبار وداك الشيء. ودابا انا المشكله فاش شفتك ما قلتش لك هذا المشكل. ايه. وكنتي عطيتيني الدواء، كنتي عطيتيني حبوب اللقاح وعسل وزيت وداك الشيء. ودابا المشكله فاش عطيتو هذيك جوج مرات هو كيدير لي لاكريز. ملي عطيتو حبوب اللقاح دار لي الكريز. كتكونش عنده علاقه بهذيك المرض ديال القرضيات اللي عنده ما كاتشاش الاحساس. المشكل ديال الغموليه باش خصنا نسميو الاسباب كيف تنفهموها احنا. المشكل ديال الغموليه عنده علاقه مع التهاب ديال الجيوب الانفيه ديال لا ميكوز نازل، داك الجليده ديال الانف. فاولا بدا تقطروا زيت الزيتون او فيها التومه مزيان، هادي بعدا. ثانيا ديروا لها ساعه النحل. العلاج الاساسي تبقى في هاد العنصرين الاساسيين. ثم العنصر الثاني هو ذاك العسل اللي تنشربو تنقوي به مناعه الجسم باش الجسم يبني من بنيوش على فراغ. فبالنسبه لحبوب اللقاح انه تقوي المناعه وتبني الرئتين وتبني حتى الاعضاء كلها اللي عندها علاقه مع اللي ضعف اللي فيهم التهاب وديزالتيغاسيون. فاحنا مثلا ناخذوهم لابد تناخذهم بطريقه صحيحه. الى الجسم رفضهم بدايه ما تيعنيش على انهم عنده، ما تيعنيش على انه مربوطين بالحساسيه ديال الانف اكثر ما هم مربوطين بالجسم ديالنا، انه احيانا المعده ما تتقبلهمش. فاما نستعملوهم ونغبروا يومين ثلاث ايام، نستعملوا عسل مثلا وبصل او عسل بوحده مع الماء. اذا الشوربه بلا حبوب لقاح، ثم نعاودوا الكره مره ثانيه وثالثه، وان شاء الله الجسم تيقبلهم. لذا المتابعه اساسيه ومهمه. اما الحساسيه الانف الحبوب اللقاح او الغموليه او هذا النوع من الرطوبه فهي موضوع، والاكل ديال الحبوب اللقاح موضوع ثاني. فما نخلطوش بيناتهم. بلي ديال الزياره دوز عندنا العياده مرحبا. فلذا البخار ديال يزيد من جهه، تقطير ديال زيت الزيتون او زيتون تكون مفيده جدا، ثم اللسعات في الانف لاعاده بناء لاميكوز نازل. نعم. علاش زعما ما تكونش عندها علاقه بانها ملي خدات حبوب اللقاح تزاد عليه لازم؟ خدينا اكل ما خديناش الشم. المشكل عنده في الشم. في الانف اللي فيه الحساسيه، يعني طريقه الاستعمال غتبدل، طريقه العلاج غتبدل. طيب. لذا انه حنا خصنا لابد نتابعوا. نعم. في المتابعه. فمتى عندنا كثير الوليدات اللي كانوا مهددين بالضيقه مزمنه على المدى البعيد الحمد لله براو مثلا. نعم. مؤخرا بنيتها عندنا 12 سنه سلا هذا الاسبوع من بعد شهرين ديال العمل الحمد لله ارتفع عليها الاداء. والطبيب قال الحمد لله بريتي 100%، وهذا دليل على انه حسن المتابعه. لذا خصنا نصححوا الاخطاء اللي تتكون. طيب. ثم الجسم احيانا يرفض، فالمتابعه خصها تكون، وهكذا نتبعوا. نعم. بشويه. سؤال عبر الاس ام اس يقول لك واش الثومه خصها تكون محكوكه؟ لا ماشي من الضروري، حيت داك الثومه من بعد ما ترقدوها في الزيت ممكن شهر ممكن شهرين ممكن تبقى حتى ثلاث شهور، تنطحنوها تنزيدوها في الاكل ديالنا عادي طبيعي في امل تتكون مشبعة الزيت تتكون لذيذه والد. نعم. مستمع تقول لك انا حامله عندي شهر ونص، واش كنحس بعياءات كبيره، واش ممكن انني ندير قرص النحل؟
حسب الشهر، إذا كان ثلاث أشهر أولى ممنوع على ساعة النحل حيث الجسم مازال هذا الجنين تيستقر، فبالعكس أنه من بعد ماشي مشكل. وفي حالة ما بحال السيدة كان عندها دي فوسكوش تيكتب ثلاثة المرات عندها لي فوسكوش، عندها كيس في البزولة وحاملة، فتبعت معها بقريص النحل الحمد لله ما بقاش داك لا فوسكوش داك الجنين تيطيح لها. ثانيا لقينا على أنه الكيس تمشى ولكن ما تنتعدى السبع على ساعة، تنعلمها تنقول لها غير نغوت نقول قداش ما تديش النحل كثر، فتقول لي راني حامله فتنحبسوا لي، اذا كاين حدود وهكذا الحمد لله الحمل مشى في امان الله. اذا فلا ساعة النحل قل من ثلاث شهور لا انصح غير لها كانت متابعه جيده وارتئيت في حاله نيس استعجاليه. طيب غادي ناخذ ناجيه من فاس. السلام عليكم ناجيه. السلام عليكم على الامين. مرحبا. الله يطول عمركم ويخلي لنا الدكتور الله يجزيكم بخير ويطول عمره. مرحبا. انا واحد السيده كنت مشيت عنده عندي ليباتيت سي. نعم. اي وكنشكره بزاف، هذه ثلاثه ديال الاسابيع بقيت نحس بواحد الراحه. الحمد لله. مبروك. الف مبروك. الحمد لله سيدي، كنت كنغزال فيا بزاف وكنت عيانه بزاف، ودابا بداك الادويه اللي عطيتيني الله يطول عمرك كنحس براسي ارتاحت شويه، وكن نقد نقاوم تنبقى واقفه ساعتين وثلاثه وما كنحسش بواحد التعب كي تكون شحال هذه. الله يطول عليك. شحال من عام؟ شحال من عام؟ عندي 55 عام. ما شاء الله عليك. وشحال كنتي تتعاني من ليباتيت بسنوات؟ عادي 8 سنين. الله تعالى ينور في نور الكريم. سنة ديال العلاج وما كانش عطى واحد النتيجه والحمد لله الله يطول عمرك. شنو خديتي في هذا العلاج نجية؟ خديت سر لا يذكر. شنو خديتي؟ ذكر ماشي مشكل. خديت شوك وفانيد شي 14 مليون ديال هذا العلاج اللي خدات مع الطبيب الكيماوي. وشنو خديتي في المركز؟ مع العلويش خديتي؟ مع الدكتور العلوي عطاني حبوب اللقاح وعطاني داك البروبوليس والزيت وحبة السوداء والزيت باش كندهن وداك الخضر داك الشيء اللي غناكل والماء اللي غنشرب. وتبعتي داك الشيء مزيان؟ لا متبعه مزيان. ما عليكش انا جيه. متبعه مزيان. اليوم ديالي كنقضيه كله مع هاد الشيء هذا وباش ان شاء الله ربي يجيب الشفاء. الحمد لله انا جيه. والله يتسم كل شيء بخير وصحة ورحمة ان شاء الله. ناخذ عائشه من اكادير وغتكون اخر الحمد لله على الصراحه وهذا الحب باش يتقاسموا مع الاخرين اللي تيعاني تقص معهم النجاح حتى يفيقوا من النعاس. دليله الطبيعي وهو قريب لنا بصل عسل زيت. نعم. سمعتوا كل شيء طبيعي والأساس. زيت زيتون عسل هذا كله اساسي ان شاء الله بصحه وراحه. ناخذ عائشه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عائشه مرحبا. تحياتي الدكتور العلوي، انا من المرضى اللي متبعين معك. مبروك. مرحبا. مبروك. الله يبارك فيك. مده ثلاثه اشهر الله يجزيك بخير دكتور. دابا كملنا احنا العلاج ديالنا، بغيت نسولك شنو الخطوه المقبله في انتظار انك كان عندك بعدا وشنو هما النجاحات اللي حققتي؟ الحمد لله انا اللي طيحت الحجر كراوي في ظرف اسبوع الرقم القياسي. مبروك. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. نعم. دكتور والطبيب شتيه وعرضتي عليه النجاح؟ راه كنت اتصلت بيك ملي مشيت عند الطبيبه وقلت لك العلاج وقلتي لي شنو خصني ناخذ وشنو خصني نوقف وتبعت على العلاج ديالي الحمد لله. مبروك. دابا كملت انا والزوج ديالي ودابا بغينا نعرفوا شنو خصنا نديروا. غادي تتابع وان شاء الله منين نكون في المركز. اش المركز انت؟ اكادير. انا غنكون عندكم هذا السبت هذا ان شاء الله في اكادير، اجيو عندي ان شاء الله تعالى وغادي نتكلموا نجلسوا ونتكلموا مزيان ونتابعوا وحده بوحده ان شاء الله. تابع الى غايه السبت نكون عندكم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك عائشه والله يشفيك ويشفي الجميع. فالوقت دركنا بطبيعه الحال ما خديناش بزاف ديال يعني الاسئله على اين غادي نداركم ان شاء الله في الاسبوع المقبل. كنشكرك استاذ والباحث كريم العبداوي. نعم. ودابا من خلال عندنا شي خمسه الابداعات في السكري كاين نجاحات اكثر من 90%. دابا نجحنا في اكثر من 50,000 حاله. وتنهدي واحد الهديه اللي هي عباره عن وجبه غادي تصدق في سبيل الله على صعيد المراكز اللي غادي تكلف الا انسان يجيب صورتين فوتوكوبي د لاكارت وشاهد على انه مريض بالسكري ونعطيوه الوجبه مجانيه. نعم. مع طريقه الاستعمال تكون ورقه مكتوبه. بغينا الجديه، فتنفضل انه الانسان يتبعها بطريقه جيده وتبارك الله عطات نتائج. نعم. هي مواد طبيعيه في البلد موجوده وان شاء الله احنا غادي نفرقوها مجانا، فالله يرضي عليكم. ماشي مجانا،
في سبيل الله. حنا ان شاء الله بغينا الناس يهتموا باهتمام ونعمموا هذا النوع من الابداعات اللي هي من ثقافتنا من اللب تاع الثقافه ديالنا. ومبروك عليكم هذا البرنامج، مبروك عليكم شهاده اف ام، والحمد لله على هذا الخير هذا. شكرا لك استاذ كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. ملحين فغادي نمشيو لاخر فقره.